دلوقتي فاصل من الغنى الأصيل، هنسمع ونستمتع بيه مع ضيفي المطرب الجميل أحمد سيد نجم عرب آيدل، وهنتعرف منه طبعا على خطواته ومشواره الفني، بيحضر لإيه الفترة اللي جاية. هنسمع صوت كده حلو يعني يرجعنا لزمن الفن الجميل. أحمد إزيك؟ إزي حضرتك؟ أنت منورنا النهاردة. التقديمة الجميلة دي ربنا يخليك. أنت كنت نجم من نجوم عرب آيدل، وكنت من النجوم اللي مؤثرين جدا في البرنامج ده، والناس كانت بتسمعك وكانت بتحبك وكانت بتشجعك وبتصوت لك، بس الناس اكيد عايزه تعرف عليك اكتر. يعني بداياتك، مين سمع صوتك؟ مين شاور لك وقال لك ان انت عندك خامه وصوت حلو؟ انا في بدايتي كنت بغني في المدرسه، طبعا كنت بغني كده، في اغاني كنت بسمعها كتير وكنت بدندنها، فاصحابي كتير بيقولوا لي انت صوتك كويس. وفي البيت عندي طبعا اخواتي يقولوا لا انت صوتك كويس، ممكن تعمل حاجه يعني وتقدم وكده. دعمت ده بالدراسه ولا كله كان موهبه لحد عرب ايدول؟ انا ما درستش، بس انا ممارس بقالي فتره كبيره قوي، يعني 9 سنين كده او 10 سنين، من بدايتي من عندي 18 سنه ممارسه خبره برضو. مظبوط. يعني فطبعا والدتي كنت كاتب في الموبايل بتاعي احمد سيد الفنان، فوالدتي الله يرحمها يعني قالت لي روح اجيب اخوك الصغير من المدرسه، فرحت عشان اجيبه، فلقيت المدرس بيقول لي وريه الموبايل بتاعي، ده شبه الموبايل بتاعي. فالمهم وريته له، قال لي انت كاتب الفنان بتعمل ايه؟ يعني قلت له انا بغني ونفسي ان انا يعني اغني فرق يعني وكده وابتدي مشواري يعني. فقال لي كويس، سمعني صوتك وان شاء الله لو صوتك كويس هقدمك يعني لفرقه تغني فيها ومنها تشوف طريقك بقى. الصدفه بقى. طبعا. حلوه قوي قوي. فغنيت بقى وعجبه ودلنا على الفرقه وغنيت فيها وابتدت الموضوع بقى. وبدات تغني في فرق بشكل احترافي اكتر. مزبوط. قبل عرب ايدل. مظبوط. ازاي بقى اشتركت في عرب ايدل؟ انا كنت بسمعه من اول موسم يعتبر بتاع طبعا الفنانه كارمن سليمان، ف عجبني قوي وكان نفسي ان انا اقدم فيه، ما كنتش عارف اعرف الطريقه ازاي، فكلمت ناس كتير اول ما وصلت للبرنامج وقدمت فيه، بس انا قدمت فيه اصلا الموسم الثاني ما نجحتش فيه. ايه ده بجد؟ برامج يعني انا اعتبر قدمت في كل برامج المواهب ما اتقبلتش فيه فعلا. وطبعا وفي حاجات كتيره حصلت في مش حياتي. مش عارفه ليه دايما كل المطربين في الاول بتقابلهم عقبات كتير. مظبوط. وتحديات اكتر، بس انت اصرارك كان فظيع. وطبعا اكيد احبطت كتير فتره كبيره، فكتير قالوا لي برضو لا انت صوتك كويس، انت بتغني قدام جمهور وفي الاوبرا والكلام ده. فطبعا ما تيأسش وكده. فطبعا رحت الموسم الثالث والحمد لله كان لي نصيب ان انا اكون موجود وسط الالوفات اللي كانوا موجودين. يمكن ناس كتيره جدا كانت بتحبط، مثلا تقول لك انا ممكن ما اعملش حاجه يعني، ده ناس كتيره يختارون انا ليه يعني. بس الحمد لله الواحد كان مؤمن جدا وموهبته وربنا الحمد